أبدى الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد الإسباني إعجابه بمدينة الغردقة كوجهة سياحية عالمية، وأكد خلال جولته في المدينة أنه حريص على توثيق الزيارة عبر الصور والمقاطع المصورة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لحث معجبيه على زيارة الغردقة هذا الصيف. أشاد نافاس بمستوى الخدمة في الفنادق السياحية بالغردقة، الأمر الذي يسهم مباشرة في تنشيط السياحة.